جوك على 93 وتحفل العشوية. 1 2 3 4 من الاثنين للخميس من الاربعة للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياة فام. حفالي وجونا عالي. 11 دقيقة. مرحبا بالناس الكل اللي معضلة مجت علينا وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا على فريكونس متاعنا على 90 اتلتا. هكا نجيوكم كما كل يوم كما تعودتوا بنا من اثنين حتى للخميس سويعتين نعديوهم معكم بمختلف الفقرات كل ما يهم الصحة الثقافية الصحة الجبائية الصحة الغنائية وصحة صدر الربحية ذي بتلقاوها كان حنا احنا اكيد وعليكم كان تتصلوا من توا على ارقام الهواتف انتعنا على 70-035-120 هذوما أرقام الهواتف انتعنا. ومرحبا بالناس كل أنه تتدخل معنا كما العادة فقراتنا باش تكون متنوعة لهنا وين نحكي وعلى كل ما هو اجتماعي كل ما هو جبائي كل ما هو أيضا أخبار ضربت وربح أكيد موجود عندكم. تحية للسبونسور الكل اللي دائما مأملينينا اللي كادو متاعكم كما كل يوم. تحية كبيرة برشا 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 لبيجي أوبتيك اللي ديما يودكم بون دشا بريمي 150 دينار. البادي لوف كوزميتيك اللي ديما حاضرة معاكم. ريستوران البيت بيتك بارا فارماسي تويلي ميديكال الفريقي نمبر وان الفريقي جي اسم اللي ديما يودكم تو سكي حاجات تكنولوجيك واكيد احنا ديما معاكم باش نودوكم بالحاجات الحلوة وباهية الكل. سينو ما تنساوش عندكم قطعة ذهب مازالت قاعدة تدور تنجموا تربحوها على الباج اوفيسيال متاعنا. واكيد شكر كبير لبيجوتري صابر بن سعيد بيجوتري الريتاج اللي ديما تدللكم باللي بالمم وبالحاجات الفوندو الكل. سينو تحيه كبيره زاده للكيب اللي معاكم لليوم ومأمنتكم للحصه زملتنا امنا بوخيت اللي ديما حاضره في وقتها جوها باهي حاضره على الكونسور مزيكتها مريقله خارقه للعاده والولاد في الديجيتال شاكر اللي عامل بون كيف وجاوبي نعرفوا اللي كتاب ديال ليكيب وجنود الخفاء هكا في اون بون فورم راهو ليميسيون باش تتعدى طياره اكيد. سينو معكم من البيجي من قدام الميكرو ونبدا بالليكيب اللي حاضره. يا مرحبا بك عسلامه عسلامه نور عسلامه كيف مستمعين ذات الحياه فين. مرحبا بالناس الكل في العشويه بالحق عشويه اليوم مش تعدى كما يقولوا نار نار نار. مرحبا بضيفتنا جدا العزيزه معنا اكيد خلي بالهم عنصر سيربريز بعد يعرفوا شكون بعدين وعندنا برشا مفاجآت اليوم في حكايه اليوم وقيد وحضروا ستيل وحضروا برشا اوراق برشا. انا عندي احساسك الحكايه اللي انا جبت لك معايا برشا اوراق اليوم وبرشا اسطره مكتوبين هكا حصيلوا شدوا رواحكم وحطوا يديكم على قلوبكم يا لطيف ما تفاجعوش يا لطيف لبيس خذ ترمي لبيس. اما بالحق وقتني برشا باش نعرف شنو حكيت اليوم حمزه سينو اكيد ليكيب خالتين في اثنين. تحية سعزة كبيرة برشا زميلنا بلال الدريدي اللي موش باش يكون حاضر معانا ولكن ديما راهو حاضر معانا هكا بالمحبة وبالروح وبالقلب زادة. ما تفاجعوش يا جماعة لاباس عليه بلال معنا لاباس عليه ولكن إن شاء الله باش يجي بحضنا في الأيامات القادمة. إن شاء الله بقية الإكيب باش تكون زادة بحضنا. تحية لأستاذنا مايسترو شكري القداح وسي إبراهيم الشعبي أو على ما خلط سي شكري مرحبا بيك تنجم تدخل بحضنا سيدي في الديريكت او نسيش نحلوا له الباب امنا نسيش تنعطوا بي عرفتك اللي يجيو جماعه روتار عنده بي نتاع روتار سي شكري عندك بي دو روتار معك سي ابراهيم كيف عندكم دي بي دو روتار هكا هذا هو معنا على المباشر لقفناك يا مرحبا مرحبا بيك سي شكري على الطاير الميكرو قاعد يمشي سيدي وانت تلهث كيف من هكا هاي خاطر فما دروج هذاك علاش مرحبا بيك يا سيدي مرحبا ولا هذا هو معنا لازمنا ندخل لوقايه هذيا على ما جيتوا سيدي مرحبا بكم ديما منورين. مرحبا بك سي ابراهيم خليك المباشر عايشك يا نور خليكم بس خويا اعطينا بلان لارج خلي نشوفوا الاجواء معنا في الديريكت كيفاش ولا انا خلطت في البلان قاعد انا تو هكا هو صحيح ما خلطوش عليك وقت اللي خلطك بالبي نور ان شاء الله ننوروا عليك وننوروا على الساده المستمعين ومتابعين
الحياة فهم بطبيعة الحال إن شاء الله ندوهم بشوية معلومات وشوية ضحكة من عند شيخنا حمزة أكيد عن سي إبراهيم أكيد وانتي شعلة البرنامج الله يخليك سي مرحبا سي إبراهيم مرحبا اليوم كابوس ودنيا اليوم بدل لنا كولور سي وي الأناقة الأناقة موجودة أكيد بفضلكم إن شاء الله فرحانين وملمومين بالسادة المستمعين وإن شاء الله اليوم إفادة تكون حاصلة 100% إن شاء الله هكا والحمد لله يعني مع ميكو الدخل اكتمل الليكيب وكما العادة احنا نبدأ نكون معكم موجودين بعد شوية التور دو تابل بشكون معنا انفيتي وبش نحكيه على حاجة حلوة برشة ومزيانة لو خليكم برانشي سينو قبل كما العادة احنا حمزة بالشيخ يعمل تور متاعو على الليكيب صحيح تفقيدة تاخذ الاراء نتاع جماعه في الموسيقى يختاروا ثلاثه مقاطع فوازي تخي وترى نشوفوا نكتشفوا كل ما نشوفوا انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي كل اللي انت الحظ ما يجيش واحد في الجديد عبد الجليل متفائل هي قمت عليها انا الصباح من اختيارك انت بطلب عزيز خير بيان يقول لك ود روحك يلي ما يودك حد مساجر بتاع الليل ساهر ما لكش عبري في الخدمة شفت ما يعرفك كان سي إبراهيم نكتشفه في الرادار فوالا اعطينا من اللي بعد حلو برش هذه يعني قلبة كاريمون قلبة قوية أما مستحيل نطلع شكون هذه خاطر السيلة هذه والله دابيتون نختار وين أحمد شفر نقدموا له التحية على ذوق الحلو والمزين كانت لتشوفوا تلقاها ديوغ على الباج أوفيسيال متاعنا سينا العين يا نور العين للشوف تواقع والروح يا روح الروح هذه أخبار مشتاقة شنو أخبار هذي حسين هذي صحة والله بالحق خيارات حلوة واختيارات مزيانة برشا برشا وذوق غفيني برشا من عندكم ألوغ كي تحبوا تسمعوا أو كين تحبوا تسمعوا الغنية منهم آخر الحصة تكون كاملة أكيد الفوت على الباج أوفيسيال متاعنا باج الحياة اف ام عندكم تكون ترسيت تلقى بوبليكاسيون مشكور أمين اللي ديما هكا يكون حاطتها لكم ويهبطها على الباج وانتم اكيد تعملوا رياكت على كل غنيه ونجموا تسمعوها كامله والله شوف باش نقولها في المباشر سي شكري عنده غنيه طلبها عنده قديش شنو الغنيه اللي طلبتها سي شكري كبرت البنوته هكا ولا عرفتش علاش طلبتها قلت لازم تعرف عليه خاطر انا ما عنديش بنات عندي زوج ولادك ربي يحفظها شوف بعد الديكلاراسيون هذه لازمك تعديها معناها من بعديك دوفيس كي ما عنديش بريه حبيت الغنية هذه مال نعديو هيك الغنية سيدي على خاطرك انت والله يعطيك الصحة نور عنده جمعة ويقول يحب عليها الغنية شوف ما قلتلكش تعرفش علاش باش نقول لك علاش ما يسالش نور نقول خاطر حمزة بشيخ عنده ذوق معناها كل تونسي وكذا وفجاه دار وليه ولا يتبع في الموجه نتاع تاع الجماعه نتاع والله يعطيه الصحه بالحق يعطيه الصحه اللي والله يعطيه الصحه بلاي ليست الحقيقه حلوه برشا برشا اللي قاعد يقدم فيها ومتنوعه برشا برشا من الاوكسيدونتال وهي التونسي وهي نور انا ما يسالش كي مره باش تحسبوا يقراوا لي حسابي مريره في الشهر باش نختار للساده المستمعين غنية على ذوقي مريرة في الشهر كهو ما عنده ألف حق كل يوم شفت قالك إمنا كل يوم إمنا شوف إمنا راي شفت قداش ليكيب يحبوه مش قلبها كبير إمنا ما نجمش نقول مخها كبير شفت كيفاش مخها كبير وبرافو يعطيك الصحة إم فما قرابة زادها غارق وي شفت كيفاش هو المايسترو بتاعنا هو المايسترو بتاعنا طلباته أوامر كهو ربي فضلكم بعد هذا كل كبرت البنوتة عايش هي نورمال موكشي
رينا ماما مالت وسايب تخرجوا بغنيت جانا حديت هاني باش تبرمج لكم امبع ووعد مني هاو فيلم وباش نسمعوها مع بعضنا خاطر بيرسونيلمون نحبها برشا زاد الغناء يعطيك الصحة على الاقتراح كبرت البنوتة حتى السادة المستمعين باش يسمعوها باش يخالي مع الصغر سيدي يعطيكم الصحة ومرحبا بالاكيب الكل اللي اتلمت بعد شوي باش نخليكم مع موجز الانباء كما العادة فقرتنا باش تكون متنوعة اونتر التور دو تابل ومختلف الفقرات يلا هكا باش نبداو معاكم تو تويت موزيكتنا ورجعينا تصويت التور دو تابل وقليت التور دو تابل بطور الحياة فهم مهم كملي معكم حتى لستة متاع العشية الوقيت هذا دائما نحكي في مختلف المواضيع تصويت في التور دو تابل تصويت التور دو تابل وقليت التور دو تابل كل بلاد ورطالها واحنا في القروين عنا خاصية حلوة برشا برشا خاصيتنا احنا في القروين حامد المقروض الزربية الخبز الكفتاجي اش تحب انت الحايك سفساري حتى سفساري زاد من سفساري نتاعنا مش حاجة تابعة تونس كاملة أما أقرأ وأبدعوا فيها بصراحة نسيجة إكزاكتومون هذاك علاش احنا الحقيقة صنعتنا محلاها وحرفتنا محلاها باش نحكيو بأكثر تنوع وتفاصيل على أيام التبادل التضامني لتسويق المنتجات الحرفية والمحلية في تجربتها الأولى ومشكورين دائما المجتمع المدني اللي يزاسور معناها الحاجات من نوع هذه تقعد وتتطور وتتبادل ويعني نلقاوها في دين الأجيال إن شاء الله زاد اللي بعدنا ذاك علاش بحثنا مدام منال عبين منسقة البرامج بجمعية دكاترة المدينة مرحبا مدام منال مرحبا نور مرحبا الناس الكل مرحبا بيك يا لالا وشرفنا اللي هكا تجي بحذانا محلي ليفينمون الحقيقه ايام التبادل التضامني هو او التضامني هكا ولا لتسويق المنتجات الحرفيه والمحليه هو اسمه على جسمه معناها إيشانج إيشانج إكزاكتومون ألوغ أحكي لنا أنت ساعة شنو حكاية ليفينمون هذيا الأكسيون هذيا وين باش تصير مع شكون لي بارتنير معاك أنت هذايا بعدك احنا طلع علقة يعيشك نور بداية هو الفكرة جات من قرار مع بعض من الجمعيات اللي ننشطوا في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي في اطار برنامج اللي نكونوا فاعلين وفاعلات قاعدين في اناتوليه ديشانج وجاتنا فكره علاش ليه احنا اللي نخدموا على دعم الحرفيين ودعم مبادئ الاقتصاد التضامني الاجتماعي علاش ليه ما نكونش عندنا ديزاكسيون اللي هي ندعموا بها اللي بينيفيسير نتاعنا وفي نفس الوقت تكون ايشانج بيناتنا نحن كجمعيات من هنا قلنا نعملوا تجربه اوليه تكون بين احنا وتوزر جمعيه ذكرة المدينه في القروين وجمعيه المنحله للمواطنه الفاعله في توزر بدينا بالتجربه هذيا اللي هي تبادل للمنتجات الحرفيه والمنتجات المحليه لي برودوي دو تيروار فما في نفس الوقت يعني في توزر موجودين سلع يعني منتوجات نتاع سبعه حرفيين من القيروان في سوق الرحبة وسوق الرحبة في السوق المركزية في توزر وكذلك منتجات لحرفيين من توزر في مختلف المجالات التمور ومشتقات يعني أمام تون ساير توا عبارة على كل فواغ الصغير موجود هوني عنا في قروان في درج دورنا قابل سيدي عبيد الغرياني قابل مقابل سيدي عبيد الغرياني هذه نلقى فيه المنتجات متاع الحرفيين من توزر وي. أيوة وفي توزر موجود المنتجات منتجات في سوق الرحبة في سوق مقابل السوق المركزية في توزر فما منتجات عرض لمنتجات حرفية وتقليد ومحلية زادة كذلك لي برودوي دو تيروار اللي هما من القيروان موجودين في توزر يعني الخاصية منه يعني هالتبادل هذايا هو غيرمون تبادل زادة ثقافات نوعا ما ثقافة الجهات وي هذا هو هي ديجا خدمنا مرات في دي أنشطة صغار مع جمعيات كذلك شريكة خدمنا حتى في الإقامات
الحرفية لي ريزيدونس ارتيزانال، خدمنا انهم حرفيين يمشيوا يعملوا تبادل حتى في التكنيك في السافوار فير، ينفتحوا على تقنيات جديدة، مواد محلية، مواد أولية جديدة. يعني مش الدعم نتاعنا في الترويج للمنتوج، خط ندعموا المنتوج وندعموا الحرفي في نفس الوقت. عندنا أنشطة هي تدعم الحرفي وعندنا أنشطة تدعم المنتوج والترويج للمنتوج. احنا كجمعية ذكرة المدينة نخدموا أكثر على أن نسوقوا ونروجوا الفترين نتاع الارتيزان القروية، واجهت الصناعات التقليدية نتاع الجهة القيروانية، سواء في القيروان سواء في مناطق خلاف غير القيروان. يعني هو المشروع دار جدودنا اللي تتبناه لوجستيا جمعية ذاكرة المدينة، هو أول يعني في أول دورة أو أول هو هو دار جدودنا هو أول محل نجم نقول بوتيك أم بوتيك أول بوتيك سوليدير في القيروان اللي يخدم على الترويج للصناعة التقليدية ومنتجات الحرفيين القيروانيين، وخاصة الحرفيين اللي ما عندهمش أكسي ديريكت للمارشي. صحيح. يعني النساء اللي هي قاعدة تعمل في إبداعات جميلة برشا لكنها من ديارها ما يعرفوش معناها كيفاش حتى يروجوا هكا للمنتوج، ما عندهمش أنكسي. اللي هما نلقاهم أكثر عندنا برشا حرفيين في القيروان قاعدين يربحوا في جوائز في الإبداع، جوائز في جودة المنتوج، برشا جوائز في معارض دولية ومعارض وطنية، لكنهم في القيروان اللي جينا زير القروان ما ينجمش، ما عندوش أكسي باش يشوف البرودوي هذاك. احنا كيف ما نحبوا اللي يزور قروان يمشي يزور جامع الكبير ويزور جامع ثلاثة بيبان وكل، كي نفس الوقت يتعرف كذلك على الصناعة التقليدية اللي باليدين نتاع أيادي القيروان ولا رجال. شنو نجمو نلقاو في شنو نلقاو عندهم تو في توزر من عندنا؟ ألور من توزر تمور ومشتقاتها، فما الدقلة يعني في أنواعها وبأسوام مدروسة برشا وفي متناول. مشتقاتها كيف ما نقولوا الرب والمعجون وسكر التمر وقهوة نوت التمر والحاجات اللي ديريفي بتاع التمر الكل. فما الحاجات اللي هما من الزعف، القفة، المظلة، اكسترا. فما كذلك الكوفري كادو اللي هما بتاع رمضان، فما حاجات العولة، فما الملوخية الجريدية والحكايات اسم الفلفل الزبيس اكسترا. يعني حاجات اللي هما متنوعة اللي مختصة بها توزر. المختصة بها توزر والجريد بصفة عامة، نجم نقولوا الجريد. الحاجات الذية معنا حاولنا أن نعمل انتقاء بعناية مع الجمعية الشريكة جمعية المنحلة في أنه ننتقي منتجات ذات جودة وفي نفس الوقت مدروسة أسعارها مدروسة. مرحبا بكم. احنا تو شنو هزينا الغاد؟ اش هزينا غادي؟ هزينا الحايك بتاع القروان. ايوا هزينا دي موديل بتاع الزربيه اللي هما نجم تكون حاجه ديكوراتيف والا ادوكاتيف، تتعلق بالحياه ادوكاتيف والا حتى للصغيرات باش يتعلمك المنسج الصغير بتاع الزربيه القيروانيه بالعقده نتاعها وبالصوف. هزينا كذلك منتجات العولة المحلية اللي برودوي اللي هي توكي بدت يتعرفوا في المنتجات المحلية في القروان، كيف الهريسة، كيف الليزيبيس اللي هما يخدموا فيهم سواء تعاضديات وإلا نسي في ديارهم اللي هما ونخدموا اللي عندهم ميم حتى دي سيرتيفيكاسيون، معناها ماهوش مش حاجات هكيكا، معناها لازم كل حاجة بسيرتيفيكاسيون. كذلك اللي برودوي كوسميتيك ناتشورال كوسميتيك نلقاوها زاد موجودين من بأيدي قيروانية. بأيدي قيروانية تبارك الله. الوغ المعرض هذايا نصح القول هو غيال مونسي فواغ، معناها نحكيو على معرض بالضبط. قداش يدوم وقتاش بدا؟ المعرض هو بدا نهار 19 ويدوم حتى لنهار 28 مارس. وهي كتجربة أولية وإن شاء الله المرة ذي معناتها هي فقط مع جمعية المنحلة توزر، لكن إحنا زوز جمعيات أنفيز إننا باش نكبروا لو ريزو ديشانج هذايا، إننا باش تكون إن شاء الله كذلك المرة الجاية مع جربة، مع نابل، مع صفاقس، مع برشا معناتها جمعيات اللي تخدم ونتبادلوا ونتشاركوا في نفس الأهداف اللي تخدم على الدعم الحرفي، واللي سواء خلقت دي بوتيك تاع ترويج للمنتجات المحليه تاع جهتها والا اللي ما زالت ما خلقتش. تري بيان.
سي ابراهيم تفضل. والله انا نشكرهم على الجمعيه احمد جبار به. يعيشك. العمليه الترويجيه دي او الباهيه اما لازم عندكم موقع الكتروني باش يعرف خاطر انت مش قاعده تواجه المستهلك التونسي. المستهلك التونسي يعرف المنتوج صحيح ما يعرفش من جهه لجهه لكن يلزمكم تعملوا موقع فهمتني باش يعرفوا على على الشيء الناسيونال انترناسيونال فهمتني باش تنجم اللي جايك من الجزائر كسوا من تونس ولا من برا يعرف اللي وين المساحه الثقافيه وفين موجوده وفين مكان يمشي يمشي له كيما اللي جاي طول يمشي للجامع الكبير يمشي الفسقيه يمشي للمعالم الاثريه قالوا يعرفها فين انتم كذا كذا دوركم راه صحيح واحنا في جمعيه المولد نشجعوكم ونحبوا نخدموا معاكم نعاونوكم حتى اذا كان مش نخرجوا في معارض البرة في الايام الترويجيه البرة كيما نهزوا في المقروض ونهزوا في الحايك ونهزوا كذا نهزوكم انتم ما ثم حتى مشكل هذا يشرفنا علاش خاطر نحبوا احنا القروان ننهضوا به سيرتو من ناحيه الصناعه التقليديه اللي هي تمثل معناها رصيد هام حضاري كبير ومتاع ذاكره كبيره وقاعد ينتثر فهمتني بالصحه وشكرا لكم يعيشك شكرا كيفاش العلاقات تبني من استوديو الحياه احنا هو استوديو الحياه بالحق اليوم انا عجبتني الاجواء الاجواء داخل الاستوديو بالحق اللي كيف مزينه على الاخر ومحليكم الكل شباب وفما روح كما احلاها في الاستوديو سي ابراهيم شباب الروح وشباب العمر شكرا ساعه سي ابراهيم خاطر احنا بالحق شرفنا ان نخدموا ديما مع اي طرف اللي هو يحب ان نخدموا نتقاسموا مع بعضنا نفس الرؤيه ونفس الاهداف ونلقاو معناتها لي زونتون دو ترافاي معنا حتى اشكال بالعكس انا نفرح برشا ويشرفنا ذلك. بالنسبه للموقع احنا عندنا توا موقع مازال كي كمل اسمه www.darjdoudna.com. الموقع هذا اللي هي الواجهه الرقميه للبوتيك دار جدودنا اللي حاجه باهيه فرصه انه على الموقع هذا. الفكره انه بالحق احنا اليوم كي حكيت لي قلت لي عندنا صناعه تقليديه مازال يلزمها تتعرف احنا اليوم نزيد نقول لك ان عندنا صناعه تقليديه قادره انها هي تنافس وقادره انها هي تلقى موقعها في السوق العالميه على خاطر عندنا برشا حرفيين وسيرتو في الجيل الصاعد الشبابي الحرفيين الشباب اللي توكي بداوا بالحق قاعدين عارفين فاش قاعدين يعملوا وقاعدين يخدموا دون لي نورم وعندهم طموحات كبيره سواء في النسيج فما اللي هما توكي دي ديزاينر شباب بالحق نحييهم شباب وكل الحرفيين اللي معانا في دار جدودنا نحييهم ونحب نقول لهم ديما فخوره وفرحانه بيهم ويخدموا معناتها فما شباب اللي هو ديزاينر وقاعدين يطوروا وقاعدين يخدموا في ابداعات جديده ومزيانه برشا سواء في الكوزميتيك ناتوريل قاعدين يحسنوا في السيرتيفيكاسيون في الكاليتي فانا حاجه نجم كان تزيد تشجعنا نحن كجمعيات كمجتمع مدني ان نزيدوا ندعموا اكثر الواجهه نتاع الصناعه التقليديه حتى انا ثم برشا مبادرات فرديه قاعدين يسوقوا ناس تسوق في المنتوج القربي بيرمون كيرواني في العالم لكندا وامريكا وفرنسا وسويسرا وانا وقعت لي اتصالات مع برشا مع اجانب اللي يشكروا في المنتوج القروي التقليدي دونك راني نشد على يديكم ونقول لكم امشيوا القدام راكم في الطريق الصحيح وبرافو يعيشك شكرا والله يعطيك صحة منال ومعناها المجتمع المدني اون جينيرال اللي يأمن بالمنتوج التقليدي بالمنتوج القرواني بالايادي اللي تخدم فيه الوغ نشوفوا ان شاء الله نتصور تخدموا على التصدير في المستقبل فما هكا تقول انت بوتونسييل نتاع تصدير بوكو با توا انتم تعملوا في ايشانج على المستوى المحلي توا عن الصعيد الناسيونال اسكو فما البر تقول انت تولي فما جملاج بينكم باغ اكزومبل وبين توزر بينكم وبين جربس فاقس والمنتوج تخرجوا للبر ديجا هكا يخرج البر نأملوا ذلك احنا ديجا الجمعيه الشريكه جمعيه لاريش هي ديجا بدات في تصدير بعض من المنتجات هكا حسب علمي بالنسبه للجمعيه ذكرت المدينه والمشروع هو نتاع دار جدودنا على خاطر المشروع كيف ما قلت هو لوجيستيا هو جيري بار لاسوسياسيون المنتجات كيف ما قلت هي قادره يعني وفما منتجات على القريب العاجل نجم نقول انها هي تنجم توصل
أنها هي تنافس في الأسواق العالمية. إحنا كجمعية ندعم الحيرة في كل معنى في الحاجات اللي نحن نقدر ندعم فيها، سواء تكوين سواء معلومة. يعني إذا كان فما ديفوا متاع التصدير ما نيش باش نبخلوا على الحرفي بانه نحطوه في الشغلة غوتوي نحطوه في السكة هذي. فإحنا بالنسبة لنا في الأهداف متاعنا من هنا العام القديم ما نيش حاطينها هي في الأولويات، لكنها أكيد إذا كانت جي حاجات الفائد الحرفيين باش نكونوا نحطوهم هما في الصدر. حاجة به اللي علق لعندكم بلانينج ويعني الأهداف متاعكم مش وتكبر وتتطور وتتطور ايفيدامون حاجه بيه. سي شكرا عندك نظيف اي او داري وعودي صوف والسدايا صوت الخلاله قصايدي وغناية هي غناية تحكي على الزربيه اي شوف انا نسال مرجان الزربيه موجود يا منال؟ للاسف لا للاسف لا دونك سي ابراهيم احنا نبداو من الحاجات اللي ماشي باهيه نكونوا واقعيين راه نحكيو نحكيو بكل صراحه من الحاجات اللي ماشي باهيه في المجتمعات الصغيره او الكبيره انه تتولد الحاجه كبيره وتبدا تتقلص وتبدا تتقلص وتصغار تصغار لين تضمحل. العكس في مجتمعات اخرى متطوره تتولد الحاجه صغيره وتبدا تكبر 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 وتزدهر وتنتشر. وهذه هي هذا لاحظت انا خاصه في تركيا، هذه القاعدة صحيح. خاصة في تركيا لاحظت في سوريا هي تبدأ الحاجة صغيرة وتبدأ تكبر به. دونك أنا أول سؤال بديت به السؤال الأولاني أنه سألت على مهرجان الزربية لأني أنا نعرف مهرجان الزربية موجود في القروية يبدو لي يلزم نور مش نطول شوية ما يسالش أي خذ راحتك. يبدو لي أنه يلزم يجب علينا إعادة هيكلة يعني صناعة الزربية في غياب خاصة في غياب السائح الأجنبي. نولي هو شنو هو توكيل فما بوادر بيه راهو توا قاعدة التونسي ولا يستهلك في المنتوج الحرفيين ولينا نستهلكوا في البرودوي التونسي فما وعي زاد بالكونسوماسيون تاع المنتوج التونسي. ناخذ مثلا مثال بسيط منال ما عرفش توافقني ولا لا نشوفوا في الصناعة التقليدية المغربية شقيقتنا المغرب المملكة المغربية نشوفوا فما يعني فما قاسم مشترك بين الحرفيين وبين السلطة كبير ياسر فما تجاوب كبير برشا فما تشجيع وهذاك علاش وقت اللي نشوفوا القفطان المغربي أصبح عالمي القفطان المغربي أصبح عالمي. دونك أنا شو نقول يلزم الصناعات التقليدية نعرفوا كيفاش المسالك نعملوا مسالك صحيحه ودراسه صحيحه ويقع تدعيم هذا المنتوج خاطر هو مثل لك الهويه راهو اللي من سويسرا واللي من جنوب افريقيا كي يلقى حاجه فيها امبرانت وفيها فيها فيها بصمه بس اخرى وقت اللي يحطها في بيته يقول هذه من تونس وتبدا متقونه به. دونك اللي راه انا مش نعطي تشبيه صغير انا نمثل المنتوج التقليدي كيما ملاعبي الكرة يلزموا يعرف المكان المناسب لتسجيل الهدف المكان والزمن فهمت كيفاش وقتها المنتوج نتاعك انت باش يخرج خاطر تو ولات عندنا ولا فما افي في العالم جديد الناس تبحث على الحاجات اللي ما فماش تخرج له انت بلغه مثال حديث البلغه ذيك تتعمل الفورم مثلا تولي البلغه وهي كي صبات مثلا فيه فازه تولي ممكن قد يكون تنجح فيها موجودة سي شكري كونترا صبات نحكي نعرف ايه نحكي على نخرجوا راهو النجم واحنا ربي سبحانه وتعالى خلقنا الموارد نتاعنا محدودة عندنا الموارد نتاع الصناعة اليدوية الفكرية النجم فهمت ولا دونك ان شاء الله معناها وفما بالله فما حاجة أخرى منير كنت لا تعرفش تنجم تجاوبني ايش سميوها ذيك القريه الحرفيه اللي في بروتو قريه ولدت ميته هذيك وين القريه الحرفيه هي موجوده موجوده محلول الباب محلول اشتر الباب محلول
بالحق بالحق ولا فيها مازال شيء أسف فيها حرفيين أما ما عادش مش يعلموا حرفيين موجودين غادي عندهم معرض أتولي متاحهم معرض دائما اللي يحب يتصل بال خاطر أنس إبراهيم وخدريتا ملول كحالة وبدأوا يعلموا في البدايات الصغار اللي ما تكونش متفوقين في قرايتهم والله يعجبوني وريت أنا حتى أشوف أنا ريت حتى ريت معناها ذوي الاحتياجات الخصوصية ريتهم والله فما برشا مبدعين أنا أقول لك القرية هذيك تتطلب مجهود مضاعف مئة مرة مش مرة مئة مرة باش ترجع في الوقت ومكانها راهو هام جدا وإحنا عنا كان عنا برنامج في جمعية المول تاع مناول باش نخرجوهم هذوكما ونعملوهم معرض كبير برشا ومش الوقت نقولها وعنا في الحكاية الزربية ثم مساعي كبيرة على مستوى جمعية المولد على مستوى كونكت قاعدة حسب ما سمعت البرنامج عندهم برنامج كبير مش يعملوا معرجين الزربية مش يعملوا معرجين المقروض مش يعملوا معرجين معناها وطني كبير برشا باش يروجوا المنتوج هذا باش يعاودوا يخلقوه ويحطوه معناها على السكة باش يمشي خاطر قاعد هو التقدية قاعد تموت في القروة كيفاش تندثر تندثر كونه مثلا ماشي شكون يعوض فكس معناها اللي قاعدين مثلا يعملوا في الجبة ويعملوا في الحايك ويعملوا كذا مثلا ماشي الديوان مثلا ماشي تشجيع الديوان الوطني للصناعة التقليدية ماذا بينا احنا زيدي معناها فما اجتهادات صحيح لو تنجم تكون اعتمادات خاصة ومعينة ميزانية وكذا اجتهادات الآراء الأفكار راهو فما راهو نجم منال صحيح ولا راهو فكرة نجم واحد يجيب فكرة ويترحم مثلا الديوان الوطني للصناعه التقليديه تتبرور وتكبر ونلقاو علاش عندنا ما دام عندنا معناها طاقات انا نحس المسؤولين نحس المسؤولين مع احتراماتي لهم يلزم معنا مش مسؤولين نحكيوا على ولاد القروان فهمتني يلزم عندهم افكار باش يبرروها باش يفرضوها راهي الدوله كي تلقاك عندك فكره باهيه وكذا تشجعك حسب ما نعلم حسب اختصاص خاطر توا الصناعه التقليديه عندها مثلا عنده بطاقة حرفي خلص 7% أداء قيمة مضافة والله تصديق القول سي إبراهيم يا نور احنا في القروان نحكم علينا بالصناعة التقليدية ما عندناش موارد أخرى ماهيش حاجة خايبة توا قاعدة في تطور قاعدة في تطور ثم مساعي كبيرة برشا وإن شاء الله هو شكرا ساعة على المداخلات القايمة وعلى الأسئلة والنقاط اللي أطرحتهم سي شكري اللي هم مهمين برشا من رأي هو القطاع نتاع الصناعات التقليدية وقطاع مهم ياسر وهو مربوط بالسياحة مربوط بالاقتصاد مربوط بالجيبية مربوط برشا حاجات لكن اللي واقع اللي كيف ما برشا قطاعات في تونس اللي هي ما نقصتها رؤية استراتيجية وإرادة سياسية ونقصتها شوية قوانين تتوضع خاطر فما لو سيكتور نتاع الارتيزانا ماهوش كيف ما القطاع الحرفي هذاك ماهوش كيف كلامك صحيح ولكن باش خلني سامحني كان قطعت فما حرفيين يعني معناها خاص وحده يعمل في ابداعات رهيبه وقاعد يخرج في سلعته والمنتوج نتاعو قاعد ينتشر انا نحب هذا يعني تقول يعطيه الصحه ونلمهم انا كجهه معينه ونلموهم ونتعاون وراه مش كيما يعمل واحد وحده كيما تبدا مجموعه وتحت أكيد. تحت اطار معناها وتحت يعني جمعيه مثلا ولا تحت مندوبيه دونك هكا باش نجموا نتلقوا هذه واحنا نكونوا ايجابيين وبقدره ربي معناها فما ناس قاعده تخدم فما دي جون وطاقات شابه قاعده توري في وجه مزيان نتاع البلاد اون جينيرال مهما كانت الجهه نحكيوا على الصناعات التقليديه هو موضوع على حقيقه كبير برشا برشا ان شاء الله نزيدوا نعطيهم مساحه ما اكبر احنا حابين نعطيو لو ماكسيموم وقت باش نحكيوا على هالسوجي وان شاء الله نعطيو مساحه اكبر للصناعات التقليديه اون جينيرال حمزه بعجالة نور ما طولش عليكم أنا في ذاكرتي القريبة معناها عندها 3 سنين تالي 4 سنين تالي تعملت فازة في تونس اللي هو يوم الجهاد يوم التعريف بالجهاد صارت في مدينة الثقافة في تونس وأنا كنت من جملة العباد اللي حاضرة غادي وشفت شنو معناها الحاجات اللي وفرتهم الدولة واللي سهرت الدولة باش معناها تنجح المشروع هذاك اللي هو الانتير حاسيلو انا ريت الحاجة ذيك فرحت بصراحة علاش فرحت حاجتين الحاجة الاولى هي انه نهار كامل انك انت باش تعرف في جهتك وفي ثقافة جهتك وتراث جهتك معناها مش تاخو معناها وقتك ومش تعطي الحاجات اللي معناها اللي معناها كما يقولوا يخليه ويعرفوا اكثر بالجهة انا نقول ويني الحاجه تغيش بها ما تعودتش تعملت فور اكزامبل
ما نعرفش انا ما هذا هو ان شاء الله ان شاء الله والله يشوف احنا صحيح راه فما برشا نقايص مثلا فما برشا برشا خاطر هما لو منهم معناها العباد توا ولا برشا انا يجيو زوز ولا افكار نتاع ثلاثه اربعه من الناس يبقاو يخدموا لكن يلزم الدعم ديما معناها يلزم يكون لازم الدعم لازم زاد يعني المتابعه ولازم الكونتينياسيون ولازم برشا حاجات صحيح ماناش باش ننكروا راه دومين في برشا نقايص ولكن فما بوادر ايجابيه هذا اللي نحبوا نوصلوا راه فما دائما بوادر ايجابيه صنع التقليديه الحمد لله اللي قاعدين يعني ما ماتتش مع جدودنا معناها ومع اللي قبلهم بالعكس قاعدين لي جون توا يتعلموا فيها قاعدة يعني يتعلموا فيها بتقنيات جديدة أيضا بتقنيات حديثة يطوروا منها الدومين صحيح أي حاجة عندها نقائص ولكن الحاجة الباهية اللي وليداتنا والشباب قاعدين يطوروا من بالحاجات اللي عندهم سي إبراهيم بعجالة خاطر مع الموضوع معنا يسر كان اختصاصي معنا تفضل راهي الدولة تشجع صناعة تقليدية وتشجيعات كبيرة كل صناعي كل صناعة اللي حرفي كل حرفي يمشي ياخو بطاقة حرفي نتاعه فهمتي حلبتين ده الأداء اللي خلص فيه مشوق لدول كبير برشا يكبر مع كبره هو التيفيه 7% حد شيء فهمتني وروا عنا برنامج مع جمعية كونكت مع مؤسسة نتاع كونكت مش نعمله يوم القانون من يوم تعريف بالقوانين الكلها اللي صادرة اللي فات بس الحرفي حاجه بي يعني هذه ثم تشجيعات الابداع الشباب اسم المبادره تكون موجوده والشباب يتشجع ويؤمن بكفاءته ومقدرته على تطوير الصناعه التقليديه. يعطيك الصحه سي ابراهيم مادام انا اللي يعطيك الصحه على الحضور في بعجاله نخليك ليك انت تقفل الروبريك في كلمه اخيره شنو تحب تقول؟ في كلمة أخيرة القطاع نتاع الصناعة التقليدية في قروين عنده مستقبل واعد إذا كان يلقى الأرضية الملائمة سواء من مؤسسات دولة سواء مجتمع مدني سواء حتى من الخواص معناها الثلاثة فاعلين هذوك ما كيكونوا هما ثلاثة حابين أنه يدعم الحرفي وعندهم رؤية باش نخلقوا لابيل بتاع الارتيزانة بتاع قروين وندعم الحرفي اللي هو رغم التشجيعات اللي حكى عليهم سي إبراهيم مازال فما عنده برشا نقائص أخرى اللي هي اللومبيش اليوم باش يستنفع حتى بالحاجات اللي توفرهم الدولة. شكرا على الاستضافة. إذا إجابة على حكاية سي شكري بكري بخصوص الانتقاء هذاك لو سافوار فير الارتيزانال كيفاش نوصلوا للشباب الجديد كانت عندنا تجربة صغيرة في مشروع الصنعة إن شاء الله إذا كان استضافتني من نور المالجية إن شاء الله أكيد للا مرحب بيك وإحنا سعدنا جدا جدا انه الحقيقه نحكيوا على مواضيع باغي كيما الصناعه التقليديه على خاطر والله الصناعه التقليديه راهي صنعه من ذهب والحمد لله اللي فما بوادر جميله جدا من عند الشباب وصنعتنا بقدره ربي صنعت جدودنا ما تموتش معانا احنا وان شاء الله دائما عندها مكانتها في برنامجنا ودائما اكيد موجوده الاستضافات هذه كانت التور دو تابل بالنسبه لليوم التور دو تابل اليوم أعطيناها مساحتها المزيانة في الصناعة التقليدية واخترنا لك الحاجة الفوندو زادة اللي تحب تسمعها سي شكري هذه اليوم التور دو تابل خذا حقه بالكدي وخذيت حقي أنا اليوم في الغناية كهو كهو متاع يعني متاع يعني صبر صبرت برشا هكا فوالا عايز مش خليك تسمع الغناء يلا تتشفيت ورجعين جوك على 93.3 وتحفل العشوية كمين معاكم اكيد جوك على 93.3 ودائما حتى الرياضة عنا لهنا عندها بلاصتها في برنامجنا واحنا تتشفيت مش مشي لتونس العاصمة وبالتحديد لاستاد الزهرة وين قاعدة تصير مقابلة الباسكيت ما بين انتخ الزهرة الرياضية وشبيبة القيروان تتشفيت معانا عبدالله الحطاف المباشر مرحبا يا عبدالله مرحبا بك نور مرحبا بالسادة المستمعين على موجة الحياة فهم في الفترة الرابعة 8 دقائق 16 ثانية على نهاية المباراة والزهرة الرياضية متقدم على شبيبة القيروان 64 مقابل 46 فريق الزهرة اللي دخل بقوة في المباراة وصعد الفرق مع 22 وحاليا مع 18 للزهرة الرياضية اللقاء يندرج ضمن الجولة الثانية إياب لمرحلة التتويج
يمنى التحق بنا على موجات إذاعة الحياة فهم. بسرعة نعطي تشكيلة الفريقين قبل 7 دقائق 56 ثانية على نهاية المباراة. بالنسبة للفريق الضيف شبيبة القيروان، كندل الأمريكي في رأس الفطناسي، يوسف فرديف في رأس بن جيمة عبيد كشار، مروان لغنج، جدل الجوادي، أحمد بن سعيد، خليل السجني، سعد المكني، أيوب اللقيتي، وحسن الشيحي مدرب الشبيبة حاتم مفتاح. بالنسبة لتشكيلة الظهرة الرياضية، زكي أحمد اللذيذ، زياد الشنوفي، محمد أكرم الزيري، جمال جوادي، عمر المحلي، فارس الترابلسي، محمد الرياحي، لؤي رودوسي، مجدي سعد، النعيم ضيف الله مدرب أمين رزيق. ثلاثي تحكيم المباراة يتكون من بلطي شيوة وزويل، 66 مقابل 48، 7 دقائق 10 ثواني التقدم للزهرة الرياضية على حساب الشبيبة. نذكر نهاية الشوط الأول منذ قليل 36-26 للزهرة، مع نهاية الفترة 64-66 نور قبل 6 دقائق 56 ثانية على نهاية المباراة، 66 للزهرة 48 للشبيبة. إلى اللقاء مع نهاية المباراة. يعطيك صحة عبد الله الحطاب، إن شاء الله كل الحظ والتوفيق للشبيبة الرياضية القيروانية، وإحنا أكيد نمتوكم بالسكور بعد شوية. سينو وقيت الحكايات والكلام الحلو والحكاية اللي تستناو فيهم تتفيد في كلمة وحكاية. كلمة وحكاية، كلمة وحكاية. يا مرحبا يا عسلامة، انا بيرسونيلمون وليت نستنى في كلمه وحكي بطريقه ودرجه حمزه بالشيخ. مرحبا عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم، مرحبا اللي حاضرين معانا، مرحبا اللي قاعدين يسمعوا فينا زاد من برا ومتشوقين لحكايه اليوم. أكيد. والكلام اليوم كلام بالحق من قعر 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 الخابية. أيوة. كلام عزيز وغالي، كلام تنجم تنجم كانت قالته مماتي، عمتي، خالتي، جد 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 جدي، مماتي مماتي مماتي، جدودنا كل حاسيلو. والعادات والتقاليد اللي باش نحكي عليهم اليوم. أيوة. اللي هما في مصطلح مش مليح. أذية كلمة مش مليح. كلمة مش مليح. مميتي يا بنيتي مش مليح، يا بنيتي مش مليح، كل شيء عندها مش مليح. والله صدقني تشرب شربة ماء في البيت تقولك مش مليح. صدقني نجاوبكم علاش البارح سهر مساعتين نتاع الليل. انا سهر مساعتين نتاع الليل نلوج في مش مليح ومش مليح ومليح ومش مليح. مش حكيتو ها؟ يا سيدك العادات والمعتقدات اللي باش نحكيو عليهم اليوم هما مش موجودين كان في تونس. اما كل بلاد ورتالها كما يقولوا. ونتصور اللي عاداتنا اللي باش نحكي عليهم اليوم متشابه بيننا وبين اخواتنا اللي في دول شمال افريقيا. نحاول نحضر بعض العادات والتقاليد اللي لوجت عليهم. اول حاجه نذكرها هي الرجوع على الثنيه. قل لك الانسان يرجع على ثنيته مش مليح. مش مليح. وانا ذي اول مره صارت لي، صليت صلاه العيد الكبير وقتها في جامع سيدي غيث، انا رجعت على نفس الثنيه، شقيت برج البقري نرجع هكا. قال لي اخويا، قال لي ليه راهو كيفاش راهو ما يجيش مش مليح. في حديث الرسول، في حديث. ايوه رجعت على ثنيتي، جبت هكا رجعت من مش كل حسنات اكثر هذه. ايوه هي هو الرسول عليه الصلاه والسلام يقول كي تمشي تصلي في صلاه العيد أرجع من ثنية أخرى تكثر أكثر الحسنات، لأن الملائكة تبدأ معناها سبحان الله فما أسرار أخرى. حافة بك الملائكة. أيوة. المرأة قبل ما تتزوج المشكلة الكبيرة أنها كانت تبور. يقولوا لها ما تحنيش ساقك وانت صبية خاطر تعفس على ساعدك مش مليح. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. ما تاكلش من الطنجرة، نهار عرسك يتعدى شتاء وعجاج وريح مش مليح. هذا امنا 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 ايدتك فيها، قالت لك اي صحيح كليت من الطنجره يا امنا تعدى ها مطر. انا نعرف انا نعرف القرقوش يقول ما تاكلش في القلاب تبور، ما تحفزش على قشور الثوم تبور، ما تخبيش احوايجك مقلوبه تبور، ما تضربش بنتك بسبركه راهي تبور، ما تشوفش وجهك برشا في المراية يلبسك الجن يقولوا، ولا وجهك ياك حال يقولوا، ما تشوفو ما تشوفش وجهك في مراية مكسرة تجيك التابعة يقولوا، كيف تقعد ما تدلدلش ساقيك تجيك التابعة زاد يقولوا. حسيلو صار ما متي كنت فاركح حسيلو. إذا كان شيء إذا كان ما صار حتى شيء من الحاجات هذوما الكل والطفلة عرست زادة ثم حكاية أخرين بعد العرس، ما تقعدش فوق المخدة خاطر تجيب كل البنات. هذه سي شكري
فوق المخدر مدام شكرا مدام ما خالش فوق المخدر ريت هاي برشا هذه هاي تو نروح حاجه اخرى يقول لك ما تفحشش فوق الماء اللي يغسلوا به الميت راهو صغيرك يتيح مش مليح نتعلم قولوا جابت الصغير وناب ربي قبل ما تولد المراه يحطوا لها مقص تحت فرشها باش ينقصلها من وجيحها وهي في المخاض كما نقولوا جابتش الاولاد توا هيك هاو عاد هاك البيبي يلزمك ما تبوسوش من ساقيه على خاطر يطلع ما يمشيش نقول لك هكا وكي تقبط الصغير زادا ما تخليلوش ساقيه البرة قولوا يطلع سارق انا عجبت اسمراهي بحق اسمعت بها الحكاية لي هذاك عاش مسيكن صغير هكا كله مقربت مقربت كالكادو حوايج البيبي ما يقعدوش في الشريطة للمغرب وكان قعدوا يلزمك تعاود تغسلهم خاطر مش مليح ما يلزموش الصغير يرى روحه في المرايه لين يوصل يغلق عام ينجم يهبل كيما نقولوا مش مليح مش مليح ها اي سيدك كبر الصغير شويه يقول ما تاكلش من الكسكيس باش ما تطلعش ثرثر هو ياكلوا فيه الكسكيس ممكن كي تفور الروز ولا كي تفور مع شو الكسكسي ولا كذا يبدا مسقي بسقاه نتاعو كل شيء ينجم يكون صحيح يقول لك ما تحولش عينيك تتعدى عليهم الملايكة صحيح تتعدى عليك الملايكة تقعد هكاك يقول لك وفي رواية أخرى يقول لك يتعدى الشيطان هذيك سامحني ما تاكلش الماكلة من فوق النار يطلع كلامك متيار اي صحيح هذا معناها الكلام يطلع ما يتفهمش يقولوا ما تاكلش الماكله من فوق النار يطلع كلامك متيار بيه ما تفحش على اخوك الصغير راه ما عادش يطول وكان عليه عاود فحش عليه بالعكس خويا فحشنا احنا واحنا صغار كلنا متول زدت بيه مازلنا في التفحيج ما تفحش على الدم مش مليح ما توكلش صغيرك قلب دجاجه يطلع خواف هذه نعرفوها عاد بيان سور نعرفوها ما تلعبش بالمقص ما تقعدش تحل فيه وتعاركوا هذه امك وابوك يقول يتعاركوا نجيو العادات الدينيه وما ادراك ما العادات الدينيه اي يقول لك ما تحفظش على قشور العظم مش مليح وكان حفظت عليهم صلاتك مش مقبوله 40 يوم الله 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 هذه عندها معناها موجوده في سنه في لا لا هما نحن انا كي قلت عادات دينيه معناها هما يشبهوا فيها بالعادات الدينيه ينسبوها النسب للدين ما تصليش بحوايج مقلوبين مش مليح خدنا نعرف صلاه السقاي صليوا بحوايج مقلوبين معلش علاش قالوا مش مليح ليه كي تقلي الكبده واللحم يقول لك ذوق العتب علاش حط في التراكن باش الجنون مال الدار صحيت شكرا ياكل يعرف هسه شكرا ونبدا نحكيو واحنا صغار والله امي حطت الكبده بعد ما لقينا هاشي ذوق العتب يزي وبخلاص حطوا صح خاطر يا حمزه يا ربي سبحانه وتعالى خلق ما شاء الله معناها وقادر على خلق كل شيء دونك الكائنات هذوما الناس هذوما يعني الاشكال اخرى وبحاجه اخرى ما كيفاش تاكل ما ياكلش في عالم اخر ما ياكلوش بالعكس انا وما المقوله هذه كلنا نعرفوها قال لك تشوف شلكه مقلوبه استوى على خاطر يقولوا يصلي عليها الشيطان تستوي فيها كان انت هكاك تستوي فيها وتجي الفرده فوق الاخرى فوق وقتها باش تجيك سفره أيوة. صحيح وزاد السفره راهي بعيده زاده ولا تحكوا دي بس زي هاك جاي يجي لك ما يفرق ما بين اليمين واليسار الناس الكل توا نتصور هكا في الديار العربي سورتو في الديار العربي يربيوا القطاطس هما هكا ما القطاطس فما غرام كبير من القطاطس باش يقول لك ما تضربش القطوس الاكحل وما تفجعوش كي ترى يتعدى وخطاه على خاطر راهو يسكن فيه الجني يا لطيف يا لطيف مش مليح تزفر خاطر تجيب شواتن هيا فما حاجه اخرى هذيا انا غلبت عليا انا بالحق انا غلبت عليا قال لك نهار عرفة وقفة عرفة ما تغسلوش الصابون مش مليح طلعوا علاش يا سيدي علاش قال لك خاطر الحجاج يزلقوا
ليه هذه بالحق انا والله غلبت انت تغسل الصابون منه هم يزلقوا من غادي والله مزلنا نسمع مزلنا قال لك تكب الماء سخون قول تفرقوا ولا تتحرقوا وسمي بسم الله سمي بسم الله مش مليح خاطر تنجم تحرق الناس الاخرى يلا بسم الله اقتصادية ابراهيم صح ايوا ابراهيم مواضيع الاقتصاديه وما ذاك الاقتصاديه فلوس كيف الليل يتيح الرزق يبات نعرفوه هذا قال لك ما تكنسش وما تسيقش الدار للرزق يضيع وتتكنس معها البركه تعطيش الفلوس في الليل يقولوا اليد اليمين تعطي واليد اليسار تاخو كيف تحكك يدك اليمين باش تعطي ويدك اليسار باش تاخو وكيف تحكك زادة مرة أخرى يدك اليمين باش تقبض فلوس وكيف تحكك يدك اليسار باش تعطي فلوس يعني منا ولا منا اللطف يا ربي ديما تعطي الفلوس يا سيدي القطوس يا سيدي القطوس نرجع القطوس قال لك راهو مش باهي في الدار كيف ينظف روحه معناه تحسه مش يجيب لك التشاؤم تاع الفلس يلطف يا ربي يبدا ينظف في روحه كل شيء انا عارف انا كي تبدا القطوسه تقادي في وجهه ايوه اما كنت ينظف في ساقه اليمين راهي حاجه باهيه معناها باش تقبض اي سب المطر يقولوا مش سب المطر ما تخليش استوشك فيه حط فيه حتى دوره باش ما يفرغلكش من الفلوس وما تحطش سكك على القاع سكك على القاع ركتفلس ايوه للفلاحه ايوه قال لك ما تسقيش وقت الشتاء تصب راو راي المطر تكف معناها وكان كفت صب الماء في الميزاب باش المطر يجي باش المطر معناها يرجع وكان عينيك اليمين تدمع راي باش تصب الشتاء الضياء كي تبدا ترف تبدا ترف يقولوا لطف لا كي تبدا ترف نقولوا على الخير على الخير وعلى الشر كف فسيدي يقولوا كان دخل فرتته للدار راهو باش يجي ضيف وحسب لونه زاد ولا يفرزوا في الوانه تو زيد وينك اسمع هذه فصل فرتته نعرفها وفما حاجه اخرى ما نعرفش نضيفها لك امي تقول لي سلامي يا كلفيه فما زاد ال باش تبوس ضيف نف مع الفرتاتو زاد نصور نفس الشكل بيه جست حاجة بركة قبل ما نكملوا جتنا ذي تحيين من عند سي محمد قال ترجع على ثنيت ترجع على ثنيت المشي باش تسلم أو تعيد على أكثر عبيد هيك علاش نتصور فيها هي السنة حميدة يعني مش ممكن باش تسلم اكثر هو تسليم اكثر تخفيف للذنوب وثواب اكثر وايضا وايضا يعني الملائكه اخرى في الثنيه الاخرى تسلم عليك ايوه كمل محمد يعطي الصحه يعطي الصحه سي محمد رحمه لك دكتور مشكور قلنا كيف يقولوا كان دخل فرتته للدار وباش يجي ضيف وحسب اللون نتاعو راو اذا كان لون ابيض راو ضيف راو باهي وكان مق راو خايب يا لطيف وقت يكون ضيف في دار الناس خلي شويه في الكاس ما تشربوش الكل مش مليح شنو وقت اللي تبدا بحذك ضيوف لا انت تبدا معناها مضيفينك معناها في دار يقول لك بالاتيكيت هذوك الاتيكيت يقول لك ما تشربش مثلا يحطوا لك قهوه ولا غازوز ولا عشان ما تشربوش كامل فهمتني باش ما يقولوش مشتاق ولا جيعان هذيك احنا نقولوا حشمه الضيف حشمه الضيف كي تدخل للدار لازمك تدخل بساقك اليمين وسلم على مال الدار ومال الدار مش يقصدوا معنا الناس اللي عايشين فيها هذه نور باش ترقد يا هذيك يا حمزه الاخرى هو تدخل اي محل تقول السلام عليكم السلام عليكم ونختموا يا سيدي السلام بينكم ونختموا يا سيدي بالطنجره اللي فوق النار اللي تبدا تغلي قال لك وتعمل في الحس يقولوا الطنجره تزغرت كيفاه الله 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 الطنجره تزغرت فما فكر
معناها جاي ولا حاجه؟ لا تقول لك الطنجره تزغرت راهو جايك ضيف وباش ياكل منها. ايوه ولا قوت النار جوست على الغاز معناها زودت النار. وانا نضيف حاجه اخرى. أيوة. ما دامنا في اذاعه الصحه اي فما حاجه مهمه تبع الصحه اي ليله الاربعاء ما يزوروش المريض اي مش مليح بالحق. اه وي اسمع أسي. مش مليح بواحد مريض عافانا وعافاكم الله الناس تمشي تزوروا ايه نهار الثلاثة في الليل ما يمشيوش يزوروا. اه نهار الثلاثة في الليل ايه ليلة الاربعاء يعني اه ليلة الاربعاء نهار الاربعاء مساش ايه علاش تعرفوش علاش؟ علاش؟ لانه هذيك اليوم الوحيد اللي يلقى الضيف يعني يلقى روحه المريض واهل المريض باش يغسلوا له يبدلوا له فهمت كيفاش؟ دونك نحكي لك بأذاب ما يمشيوش يزوروا في اليوم هذا وهي سنة حميدة بين قوسين لأنه شوف راه نور حتى الناس كي تمشي تزور حد يكثروا عليه برشا ونشوفوا احنا في السبيطارات خفوا يا ودي راكم تزيدوا تمرضوه تبدا بقجيجة معناها حظبة دايرة بك السرير هو يعلم به ربي فهمتني ولا صحيح بارك الله فيك باش تزوروا هذا معناها سنة حميدة أما ما نكثروش برشا تريف ونمشيو جوست باش توا والله فكرتني في كيلكوز اكزامبل كيما هما المحل يظهر لي ماهمش من عاداتنا باغ اكزامبل ما تتعدش من تحت السلوم تجيب يعني المالشانس ولا يقول لك ما تسلفش يسلوم في الليل زاد فما فازة تقول لك ما تقصش وهذيك ما تقصش ضوافرك في الليل زاد كان قصيتهم وحطهم في الدويريه تقول لك معناها اسمعني فما حاجه اخرى زاد العازب ما تخليهوش في يرقد في بيت وحده ما تخليهوش يرقد في بيت وحده والصبيه زاد كيف كيف فما شوف ما يرقدوا يا نور ريت اللي يحكي اللي كان يحكي عليهم حمزه ياسر مزيانين ومربوطين بواقعنا مثلا نشوفك الكلمة البياض محلاه باش ما يقولوش يقول لك ما تعطيش البياض في المغرب زاد البياض ما نقولوش احنا الفحم الفحم فهمتي كلمة البياض ولا الربح ولا الربح الربح نقولوا ليدير فهمت كي التغيير ما نقولوش يسكر الباب باش نقولوا زين مصطلحات مصطلحات حلوة برشا فهمتني وهي تتماشى شوف هذوما راهم فما برشا حاجات يتماشاو مع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما زاد ما توجد في رغم راهم فما بعض المعتقدات يا حمزة اللي راهو فيها نوع من الشرك فهمت كيفاش مثلا واحنا صغار نتاع مثلا نتاع امك تانجو نمشيو ما ترى ما ترى حل عيونك شرشرة هي عادات وردت علينا وجات في ظروف تاريخية معينة فيها شرك صحيح دونك معناها هانو الأولياء فما برشا أولياء وأنا صغير راهم يبداو واعين أكثر من أولياء آخرين تلقاه في الحومة هو كبير يقول له هذيك ما تعملوهاش لا هذيك هذيك لا هذيك لا يقعد يسجلها صغير ويحب هو فترة هو وقتها اللي يلعب ولكن بعد كي يكبر بعد حمزة يفيق يقول علاش فهمت كيفاش الحسين هذوما الكلمات اللي جبتهم اليوم راهم ما عندهمش حتى علاقة باش نحكيو فيهم على دين ولا نحكيو فيهم هذه من ذكرتنا الشعبية انا لا مانيش مخول باش نقول راه حلال ولا حرام انا نقلتها عن اب عن جد عن جدودنا الكل معناها كتوانسه موجود وهذا وقعنا كما قال سي شكري وكما قالت نور وهذا اللي نعيشوه وان شاء الله اسمع بالله فكرت بالي فكرت حلوه برشا قبل اللي تطلع له شعيريه اسمعوا تطلع له شعيريه في العين في العين اش يعمل يقولوا هز فرنك ولا فرنك. ايه هز فرنك وبني لها في 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 في, في بلاصه ايه تبني لها هكا حجيرات حجيرات وتحطها في وسطها وتمشي وما تلفتش تو تبره هذه كانت الطب البلدي معناها فهمت كيفاش تو تفكرتها معتقد عاد امي تطلع لي شعريه امي تقول لي برا الزعم يا امي نقول لها شنو العلاقه ما فهم حد شيء راي ما تنجحش راي ما عملتها وما نجحتش وما نجحتش وهي بعد لين الطب اثبت هذا بعد معرس انا معرس وعندي زوز شعريات ليل فارسي معرس بزوز شعريات بالحق راه تصور موجودين بعد طبيب صاحبي فهمها لي الحكايه وقال لي راي هذيك نوع نتاع جرثومه تعيش فما ديساك دايرين بالشفره نتاع البشر
الكنيساك هذوك تدخل هي في ساك من السيكان وتقعد غادي تعيش ويتسكر الساك هذاك تنفخ هي بعد ما تبرى تنجم تخرج هي مش برات معناها باش تموت تمشي لساك اخر وتعاود تعيش شوف الطب معناها يحيى العلم وقت اللي معناها يجيني طبيب يفسر لك من هكا بس ابراهيم قال لي بانك مش تعمل الدواء تعمل اما تبراش يلزم معناها قال لي هما بيتهم حيرين فيها صحيح هذه هي هذه ذكرتنا الشعبيه والله بالحق حمزه يعطيك الف الف صحه انا حمزه صحيت النفذة للبسي ان شاء الله كما نقولوا فيها ما خليت حتى حاجه معناها كما نقولوا ما قلتهاش هنيني يا حمزه انا والله بالحق انا البارح والله انتقيت المعلومات اللي يعطيك الصحه ام هنيني على حويجه يا حمزه نور بعد قل لها راه ولا فماشي الحكايه هي ورقد على الروح كلها هبطها خاطر ما يطلعش بس دفي ربي انا بالحق حمزه يعطيك الصحه عايشكم الكل يعني تجيب لنا ديما بارتي من جدودنا ومن ذكرتنا شعبنا ومن حاجه بصمتنا والله بصمتنا العزيزه ديما هكا في الكلام وحلو ديما ديما في كلمه وحكايه نرجعوا لاستاذ الزهرة تسويت مباشرة زميلنا عبد الله الحطاب في مقابلة الباسكت انتخ الزهرة الرياضية والشبيبة الرياضية القيروانية مرحبا يا عبد الله مرحبا بك سمعنا على موجات ذات الحياة فهم بالفعل نهاية الزهرة الرياضية لحساب الشبيبة الرياضية القيروانية 82 مقابل 71 ذكر أنه اللقاء يندرج ضمن الجولة الثانية لمرحلة التتويج فريق الزهرة الرياضية نجاعة كبيرة في التسديد الثلاثي خاصة جوهر الجوادي لعب السابق للشبيبة أحمد الضيف وعمر الموحلي خبرة نعيم ضيف الشبيبة تسرع كبير غياب النجاعة خلى فريق الشبيبة ينهزم في المباراة اليوم 82-71 مع تركيز كبير لفريق شبيبة القروان يوم السبت مقابلة الكأس ضد الدالي الرياضي بجرومبيريا أكثر تركيز بالنسبة لمسؤولي الشبيبة على لقاء الكأس بما أن الشبيبة في البطولة رسميا ستلعب من أجل تفادي النزول باعتبار الشبيبة في المركز الأخير في البطولة الشبيبة ما زال عندها مسابقة الدورة الثمانية لكأس تونس يوم السبت في قاعة جرومبيريا نذكرك بالنتيجة نهاية المباراة بانتصار الزهرة على الشبيبة القيروانية 82 مقابل 71 يعطيك صحة عبد الله الحطاب إن شاء الله حظ أوفر للشبيبة الرياضية القيروانية احنا دائما في المتابعات الرياضية ومازلنا مكملين معاكم مازلنا مكملين بالموسيقى مازلنا مكملين بالنصايح الجبائية ولكن تتفيت موسيقى ورجعنا جوك على 93 وتحفل العشوية دقيقة بعد الخمسة احنا مازلنا متواصلين معاكم حتى الستة ووقاية الموسيقى في المحير سيكا المحير سيكا قايد دائما نحكيو على الثقافه الموسيقيه مع المايسترو شكري القداحلي دائما عنده ما يحكي لنا اكيد في الثقافه الموسيقيه مرحبا مرحبا نور ومرحبا بجمهورنا العزيز اللي قاعد يتفاعل معنا ومتابع فينا ونقبلوا النقد اكيد البارح فما شكون سمع الربريك نتاع المحير سيكا وقال لي والله هو معناها مازال يتعلم في الموسيقى قال لي سي شكري والله يعطيك الصحة نسمع به الاسم قال لي فما أسماء نخلط ما بيناتهم مثلا محير عراق والمحير سيكا قال لي وليت نفرق معناها بالمهم باش نواصلوا احنا في راس الذيل راس الذيل مش الذيل راس أيوة نواصلوا اليوم في راس الذيل فما معزوفة موسيقية للمرحوم قدور السرارفي قدور السرارفي هو بو أمين السرارفي بو أمين السرارفي نور يعطيك الصحة تبارك الله عليك هو عازف كمانجا ممتاز وقاد الفرقة معهد الرشيدي فعنده معزوفة موسيقية معروفة باش نعزف منها عنوانها فرحة باش نعزف منها شوية أكيد الناس اللي يعرفوها وباش نعملوا بعد هذه باش نعملوا أنا جيتك يا رمال زين لي على سعدي يوسف
شحرور الخضراء شو اسمه شحرور الخضراء شكونه؟ يوسف التميمي. يوسف التميمي شحرور الخضراء. دونك ناخذ مقطع صغير من معزوفة فرحة. هذه يا سي شكري نتفكرها وقت وين نقول نتاع شنو يعملوا عارف ازياء ساعات. لا 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 هذه اول ما تعلمت بيرسونيلمون كمانجا من المقطوعات والمعزوفات الاولى اللي 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 علمهم لي. شكون علم انت سي شكري تو ديريكتومون وقتها نلقى روحي يعني شاده وقت الفيولون سويعي تمشي للمعزوفه هذه وما عرفتش منين شرشيت عليها حبيت نطلعها شنية ما هذه معزوفه اسمها فرحه موسيقى اليه كم سمعتوا توا جو تونسي ملحنها الفنان الموسيقار المرحوم قدور السرارفي ونتعداو توا الشحرور الخضراء والصوت المتميز سي يوسف التميمي غنى انا جيتك يا رمال في نفس الطبعه اللي هو راس الذيل. انا جيتك يا رمال سايل على سعدي تشوف ليش امال ولا نبكي وعدي تشوف ليش امال ولا نبكي وعدي انا جيتك وحالي باين ارمي خطك وشوف شوف بختي فين كاين يا رمال اعمل معروف شوف بختي فين كاين يا رمال اعمل معروف كلام الناس بغيرني يا رمال يا رمال شوف حالي وصبرني يا رمال سير رمال كلام الناس مغيرني شوف حالي وصبرني شوف حالي وصبرني صحة يعطيكم صحة أنا جيت كرمال عدوها في تصويرها وهو كليب معناها قديم بتاع المرحوم يوسف التميمي وخذها فما ممثل معناها قام بالدور الرمال هو اللي يشوف بال يشوف بالخط أنا جيتك يا رمال معناها لا كل دقيزة دقيزة هذيك هي خيبية فوالا هذه لمحة على مازلنا احنا نحكيو على كيما قلت على راس الذيل الذيل فوالا واليوم اكيد حكينا عليه واعطينا باكثر ديزيكزومبل يعطيك الصحة مايسترو العزيزي دائما تطربنا هكا بالناي وبحمزة اكيد بالغناء هذه كانت لمحة لرسي محير سيكا مستنسين لما حنا نعملوا بوز هكا موزيكا ونرجعوا نحكيوا صحة جبائية ولكن اللي ضيق الوقت ميساج مش نعرفوا حقوقنا وواجباتنا في التسكية جبائية في اشليك واش عليك تسويت معك انت سيبراهيم اشليك واش عليك واش عليك كلنا متشوقين للفقرة هذه بما أنه كما نقولوا إحنا تعطي النصايح في بلاصتها للحاجات سيبلي هذه هو باش نحكيو اليوم زاد على نصايح جبائية عامة شكرا مدام نور وشكرا كافة المستمعين فعلا بطلبونا برشا معناها مواطنين باش نركزوا على النصايح الهامة اللي معناها تفيدهم أكثر وهذاك اللي مش يخليها معناها يصلحوا برشا وضعيات ويستفيدوا مع النصائح هذه اول حاجه نعلمهم اللي توا
القوانين الأساسية متاع الجماعة متاع الشركات ما عادش مستجبر التوصيل للتسجيل. فما كان تمشي تعمل طالب الأمضاء فقط وتقضي بها شهورك باش تحل بتيت. نحكي على القوانين الأساسية للشركة. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين إذا كان قبل ما يخدم ما يبدأ يخدم تعطى نشاط تاعو لازم يمشي حل باتيند. الباتيند يمشي للشباك المخاطب الوحيد اللي موجود في القباضة المالية وين يسكن ولا مش يخدم ولا يمشي وين لابي معناها وكالة مرور بالصناعات الصناعية والتجديد. يمشي ثم معناها وثائق يهزها إذا كان حانوت يهز عقد الكراء. إذا كان معناها نشاط يستوج بكرة الشروط يهز كرة الشروط يهز بطاقة طالب نتاعو يتصل بالمعاون المكلف هذيك تو هو يسهل كل شيء. وننصح الجماعة كل اللي معناها كل إنسان يتعاطى نشاط إذا كان خاطر التصريح بالاستثمار يتصل لابي ياخذ تصريح بالاستثمار لابي بالربيع ياخذ تصريح بالاستثمار وبعد يمشي يحل الباتيندا. إذا كان النشاط يقتضي باتيندا فتح باتيندا مع العلم أن الأنشطة كل تقتضي فتح باتيندا حصول على باتيند إلا النشاط الفلاحي إذا كان يمارسه فلاح فلاح مش معناه في إطار شخص طبيعي مش معناه في إطار شركة. نعاود إذا كان فلاح يمارس في نشاطه وحده ما يطلبش باتيند. إذا كان مش يخدمه في يتعامل نشاط بتاعه في إطار شركة يلزمه يعمل باتيند. شركة ولا تعاضدين نحكي؟ تعاضدية ولا شركة كل كيف يسمى نشاط إلا الفلاح فقط وحده نشاط طبيعي شخص طبيعي ما يطلبش باتيند. واضح جدا. حاجة ثانية الإيداع التصريح الجبائية في أوقاتها يخليك متى برشا امتيازات. معنى إذا كان مش تسجل أرض مش تسجل دار مش تحس على تشري كهرباء مش عثمتني ما ثم برشا خدمات إدارية تسهلها لك هاك التصريح كي تقوم بالتصريح متاعك والأجل متاعك. وثاني حاجة عند عدم التصريح بالبيعات الحقيقية إذا كان أنت تاجر عندك شركة ولا شخص طبيعي وتنقص من الشيفر دافير متاعك تنقص 30% فأكثر راهي تنجم الإدارة تعمل لك عقوبات معناها عقوبات سلبة الحرية وعقوبات مالية أكيد. وتولي تخلص 30% أنت اللي نقصتها تنجم تخلص قد منها 3 مرات. دونك معناها حاول واحد يجتنب الحكاية هذيا يصرح بالصحيح يقرب للصحيح صرح بالصحيح باش يبدأ أموره معناها علاقة بالقبضة ومضبوط في قوله ردرس ما ومراجعة كذا ما يتقلقش جيل أمور خفيفة جيل أمور خفيفة فهمتني. وهذا كو الحاجة الثانية إذا كانت تحب تسكر الباتين ده بتاعك توقف وقفت النشاط بس سكر الباتين عندك 15 يوم. سكرت الباتين ده 15 يوم أمشي للقبضة أمشي المكتب مراقبة الدقائق تعلمه ثم إجراءات تقوم بها وتسكر وانت مرتاح. ثم ناس سكر باتين ده وخليها عام عامين ثلاثة أربعة خمسة ثم اللي خليها حتى 10 كي يجي يسكر يطلبوه في ملاك. أي صح وعليه نبعد وهلا حكيت ذين ولو سكرت امشي أعلم القبض مش عاود تحل امشي أعلم القبض. بالنسبة للأطباء الأطباء راهو يحسبوا لكم المداخيل متاعكم كما يحسبوها للطبيب ما تقلش عن الأجر اللي يأخذ الطبيب في المؤسسات العمومية. الطبيب يخدم في وزارة الصحة أجر الصحة راهو الأجر هذاك يلزم الطبيب اللي يخدم ليبر براتيك وحده يلزم يصرح مينيموم قد الطبيب بتاع الصحة العمومية. ماكو فهمتني هذا كيفاش البرامج تستعمل الدولة داكوردو. مع الشكر وان شاء الله في الحلقه جايه نواصلوا خاطر ضيق الوقت وكذا أكيد. مع الاعتذار للساده المستمعين يعطيك الصحه وبارك الله سي ابراهيم اللي دائما ساعدتنا بالنصايح وانت ماك شارب علينا ديما موجود وديما اكيد بلاستيك موجوده في جوك على 90 3 بالنصايح الجبائيه. واش عليك واش عليك هذا سينيال من عند المخرجة الكبيرة إمنا بوخيت اللي تقولنا وفينا سي بون وفيت ليميسيون نتاعنا لليوم والوقت الحلو في ساعة ما يتعدى. شكر كبير للاكيب الكل زميلتنا إمنا زميلنا شكر للزملاء الكل اللي كانوا معنا في الاكيب زميلتنا أنس اللي كنتي حمزة مشكور سي إبراهيم مشكور المايسترو شكري القداح وكنت معكم نور بيجي من قدام ميكرو إن شاء الله غدوة نتلاقاو في نفس التوقيت. ما بقى لي كان باش نقول لكم تصبحوا على الخير.
جوك على 93 وتحفل العشوية. 1 2 3 4. من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 93 على الحياة الثانية. حفالي وجونا عالي.